نتمنى أن يكون ما نحن فيه الآن من استعداد للمرحلة الثانية من الانتخابات، انتخابات مجلس الشعب، أتمنى أن يكون فرصة لتعبروا لأبنائكم شباب هذه الثورة الذين ضحوا وقاموا وقدموا كل تضحية وكل رخيص وغال ليدافعوا عن مصالحنا ويرفعوا صوتنا ويعيدوا كرامتنا، كرامة هذا الوطن العزيز. ولست بحاجة إلى أن أشير إلى أخي علاء الخيام، فأنتم تعرفونه وتعرفون زملائه أكثر مني، فنحن بحاجة إليهم ليظلوا صوتنا المرتفع بالحق والعدل. والسلام عليكم ورحمة الله.